السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لزيارته إلينا، ونشكر أيضا سمو ولي العهد لزيارته إلينا، كما أشكر أخي أدوان طوالة وجميع أبناء قبيلة شمر لهذه الدعوة، والله يوفقنا ويحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله ورعاه، أصحاب المعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الضيوف الكرام، يا صاحب السمو، بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء قبيلة شمر وجميع الحضور من أهلنا أهل الكويت الطيبين، نرحب بكم ونعرب عن تقديرنا الكبير وفرحتنا الغامرة بمقدمة سموكم، والجهراء هي مدينتكم التي نشأتم بها، وكذلك نرحب بسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وندعو الله أن يمن عليكما بطول العمر وموفور الصحة وعلى وطننا الكويت الأمن والأمان. يا صاحب السمو، لقد قدمتم لهذا الوطن الكثير وبذلتم خلال مسير حياتكم جهدا من قطع النظير، وأصلتم بسهر الليل بطول النهار، وتحملتم الكثير من أجل رفعة ورفاهية وشعب وحمايته بكل ما أتيتم من حلم وصبر وحكمة، حيث أننا ننعم بوطن ليس كمثله وطن، وبحكام مغبوطون عليهم بين الأوطان. يا صاحب السمو، لا أمتلك في هذا المقام السامي، ونحن ضيوف في حضرتكم وأنتم بين أهلكم وأخوانكم وفي هذه اللحظات المباركة، إلا أن أثني على جهودكم وعطائكم، وأقول لكم شكراً يا صاحب السمو، شكراً يا صاحب السمو، شكراً يا صاحب السمو. شكراً يا سمو الشيخ صباح، إذ إن العلاقة والرعاية الأبوية التي تربط الحاكم والمحكوم في هذا البلد الطيب تفوق ما يمكن وصفه في السطور، لأنها قليلة، ولمن يعيش بيننا ويعرف عمق العلاقة بين أسرة آل الصباح الكرام، وهي أسرتنا ومنا وفينا وإلينا، ما يعزها يعزنا وما يضرها يضرنا، وهذا ليس يختلف عليه اثنان بهذا الوطن، ولا يحتاج إلى اجتهاد أو تفسير في الأمر، بل محل إجماع وطني. يا صاحب السمو، قبيلة شمر كبقية قبائل الكويت وعوائل الكويت لا تسعى لأكثر من تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتطبيق القانون، بل إننا نسعى إلى المزيد من العطاء من أجل هذا الوطن، فلا حاجة لنا في هذا المقام أن نعدد شهداء قبيلتنا، لأن أعطاها بمختلف ميادينه واجب وشرف نسعى ونتسابق إليه من أجل الكويت الغالية.
إننا يا صاحب السمو نناشدك بضرورة تسريع معالجة قضية البدول، وهذه القضية من المعاناة الإنسانية الكبيرة ما لها، وقد طال انتظار حلها، تحدث بها القاصي والداني، وأضحى تسريع معالجتها ضرورة لرفع المعاناة عن أبنائها، وكذلك مشكلة الإسكان، والأهم إنصاف الكفاءات الوطنية دون تمييز، ووضعها في مكانتها العلمية التي تستحقها دون تأثير هذا أو ذاك. لفسح المجال لخدمة هذا الوطن، إن هذا الدستور يا صاحب السمو هو حصننا الحصين وملاذنا الأخير بعد الله، وهذا الدستور يا صاحب السمو أنتم حميتموه، وكنتم سداً منيعاً بالأمس القريب من أجل المحافظة عليه، بعد أن أنتابنا قلق شديد من الجنوح به إلى المجهول، وهذا يا صاحب السمو يزيدنا فخراً وتماسكاً بوطننا وبكم، ونحن نجدد وقفتنا معكم قلباً وقالباً، وكل بما ترونه مناسباً في حماية وطننا ودستورنا ووحدتنا الوطنية، ولا يفوتنا إلا أن نعتز بقضاءنا وأحكامه، سيما حكم المحكمة الدستورية الذي حصن الصوت الواحد، كما أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بالأمس القريب يمنحنا تعزيز الثقة بصورة أكبر بمتانة مؤسسات دولة الكويت الحديثة ونظامها القضائي، وهذا تأكيد آخر على المؤكد وتثبيت آخر لما هو ثابت باحترام الأحكام القضائية وفصل المحكمة الدستورية فيما تبينت به وجهات النظر. ولا يفوتنا يا صاحب السمو إلا أن نشارككم في خطابكم الموجه إلى شعبكم الوفي يوم أمس كل همومكم، حيث أنكم وضعتم النقاط على الحروف وشخصتم الواقع وما يجري من أحداث خطيرة على الساحتين المحلية والأقليمية، وكذلك تشديدكم على أبنائكم الحرص على المحافظة على وطنهم ووحدتهم الوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سمو الأمير، تشريفكم لنا اليوم وسام على صدورنا، فنحن أبناءكم وأولادكم، ودائما كل ما يخرج من لسانكم من كلمات له نور ينير طريق أبناء الكويت. فالكلمة الآن لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأبناء وطني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتواصل لقاءاتنا معكم على الخير والمحبة، وكم تمنينا أن يكون معنا في هذا اللقاء أخونا العزيز أحمد مشعان الجرقة. الذي نتمنى له عاجل الشفاء وموفور الصحة والعافية والعودة إلى وطنه مشافى معافى. الأخ الكريم عدوان محمد الطوالة، أخوة الكرام، أخواني وأبناء وطني، التقي بكم اليوم في لقاء متجدد في ظل الأسرة الكويتية الواحدة
بدعوة كريمة من الأخوين أحمد مشعان الجربة وعدوان محمد الطوالة في سياق لقاءاتي وزياراتي لإخواني وأبناء وطني في مناطق مختلفة في البلاد، شاكرا لهما هذه الدعوة الكريمة ومقدرا لها. نستذكر نعم المولى تبارك وتعالى وما أفاء علينا به من جزيل الفضل والخيرات، فنحن نعيش في أمن وأمان وحرية وطمأنينة وفي سعة ورغد من العيش، وهي نعمة كبرى تستوجب منا الشكر والثناء والمحافظة عليها، كما إننا ولله الحمد نستظل تحت دولة القانون ومؤسسات ننتهج نظاما ديمقراطيا ارتضيناه لأنفسنا ودستورا متقدما التزمنا به يحفظ الحقوق والواجبات ويصون الحريات، وقضاء شامخا نفخر به مشهود له بالأمانة والنزاهة، وقوانين واضحة تستوجب من الجميع احترامها وتطبيقها بكل حزم ودون هواده. إنني أدعو إخواني وأبناء المواطنين الكرام إلى المشاركة الإيجابية لمصلحة بلدهم وتقدير الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، والتي لا شك أنكم تدركون مخاطرها، والتي تستوجب منا الحيطة والحذر للحفاظ على أمن وطننا وحماية وحدتنا الوطنية وتعزيزها وعدم إثارة الفتن والنعرات التي تمزق وحدتنا. أكرر شكري لصاحبي هذه الدعوة وكل من شارك في توجيهها، معربا عن بارق سروري بتلبيتها ومتطلعا إلى مواصلة هذه اللقاءات والزيارات إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان المبارك وانتهاء فترة الصيف. اللهم احفظ وطننا العزيز وأدم عليه الأمن والأمان وسدد خطانا جميعا لخدمته ورفع رايته وعلو شأنه، وحقق له كل التقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا صاحب السمو، بالأمس القريب كانت لك كلمات أتتنا بخطاب سامي أشعلت لنا الأنوار في طريق العزة للكويت، ونحن يا صاحب السمو محبة وتقديرا وسمعا وطاعة لسموكم وتوجيهات سموكم السامية، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه، اللهم آمين. يا صاحب السمو، لا تفي الكلمات في حب الوطن ومن يعيش على أرض هذا الوطن، ولا تفي الكلمات حباً لمن يقود هذا الوطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمرك وعمر سمو ولي العهد، وأن يجعلنا دائماً أسرة في الكويت متحابة. كلماتنا كثيرة وما يعج في الصدر من كلمات أكثر، ولكن في حضرة الشعر لا نستطيع أن نقول شيء، خصوصاً وأن هناك من ينثر الكلمات. سمو الأمير، ترحيباً ومحبةً لسموكم ولضيوفنا الكرام، ابنكم شاعر المليون محب، شاعرنا عبد الكريم الجباري، فليتفضل. إذا أمام حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، أقول باسم شمر مكرمين الضيف ورجال الفعايل، باسم شمر مكرمين الضيف ورجال الفعايل،
وباسم شمر متعبين السيف ورجال الحمية، وباسم شمر معدلين الكيف عربين السلايل مرحبا ترحيب تخلط بريحة الشاذلية. مرحبا بقدوم شيخ تغلبي من ناس الوايل يفتخر بالناس صباحي واعتزاب الوايلية. مرحبا بقدوم شيخ تغلبي من ناس الوايل يفتخر بالناس صباحي واعتزاب الوايلية. مرحبا ثم مرحبا باسم الطنايا والحمايل ما توصفها الوجيه ولا الحروف الأبجدية، بالأمير وفي ولي عهده وبرجال الثقايل الرجال اللي نسبها بالعتوبة التغلبية. سيدي والله خلقنا من شعوب ومن قبائل، والفخر غير التفاخر والتفاخر عنصرية. القبائل تختلف واجد بعادات وخصايل بالطبوع وبالكلام وبالجدود العربية وبالسلوم وبالعلوم وبالوسوم وبالدلايل، وتختلف بالشكل والجينات وارقام الهوية، وتتفق في حبها لهذا الوطن والشك زايل وانك انت الراعي ابونا وحنا لك رعية. سيدي والله خلقنا من شعوب ومن قبائل، والفخر غير التفاخر والتفاخر عنصرية. القبائل تختلف واجد بعادات وخصايل بالطبوع وبالكلام وبالجدود العربية وبالسلوم وبالعلوم وبالوسوم وبالدلايل، وتختلف بالشكل والجينات وارقام الهوية، وتتفق في حبها لهذا الوطن والشك زايل وانك انت الراعي ابونا وحنا لك رعية. كل شبر غير شبرك سيدي ما هو بطايل، كل شبر غير شبرك سيدي ما هو بطايل، وطاعتك يا سيدي فرض من الله ونبيه، انت ربان السفينة. كل شبر غير شبرك سيدي ما هو بطايل، وطاعتك يا سيدي فرض من الله ونبيه، انت ربان السفينة وانت شيال الثقايل وانت ابو ناصر وابو عبد الكريم وعزلية. سيدي اقسم برب البيت لا جات الرسائل كلنا نارد رجل عينيك لحياض المنية. سيدي اقسم برب البيت لا جات الرسائل كلنا نارد لجل عينيك لحياض المنية. سيدي والشمري لا قال وعقاله تمايل ما يميل ولا يصد ولا يصفح عن خوية. سيدي والشمري لا قال وعقاله تمايل ما يميل ولا يصد ولا يصفح عن خوية. سيدي والشمري لو صد في وقت الصمايل والله ما تقعد بذمة يوم الشمرية. سيدي والشمري لا صد في وقت الصمايل والله ما تقعد بذمته يوم الشمرية. سيدي وبشربنا لا ولعت روس الفتايل يشهد البارود والمحزن مع بنت العبية، والله إنا متعبين الجيش وظهور الأصايل ميرتال الوقت غطتنا الليالي السرمدية. سيدي حنا تربينا على دروب الفضايل عزة أنفسنا تنزهنا عن دروب الردية، والله إن أكبر شرف جيتك يا راع الجمايل، والله إن أكبر شرف لصافحت يدك يدية. مرحبا يا تاج راس الشعب وعقال الجزايل بين ريح الطيب وطروق اللحون السامرية. مرحبا بقدوم شيخ تغلبي من ناس الوايل راس من روس العرب لا فصلوا بالعربية. يا صاحب السمو أميرنا وولي عهدنا حفظكم الله ورعاكم،
سمو الأمير، من اليوم وأنا أتكلم لغة عربية، لكن في صدري كلمتين ودي أقولهم بالعامية. ودي أقول لك يلا حيه عند أهله، ويا بعد حيي وميتي، ويا ألف هلا وسهلا، وشرفتنا يا طويل العمر. سمو الأمير، لا زالت هذه المشاعر الجياشة تعطينا إحنا اللي ما إحنا بشعرة، ودنا نوقف ونقصد، لكن التخصص حكم. الآن أيضاً قصيدة لابنكم شاعر له من الحروف ومن الميادين الكثيرة، يكر ويفر في ميادين الشعر، ذيب الشمري ينشر حروف القصيد، فليتفضل. في قناديل منيرة من الحب الكبير نلتقي ونبدد الليل بالنور المراد، مرحبا في حفل شمر نزيهين الضمير، حافظين العهد مع كل حكام البلاد. مرحبا في حفل شمر نزيهين الضمير، حافظين العهد مع كل حكام البلاد، بل ولا نفرش لك الأرض ثوب من حرير، والولا هذا مجرد من أعماق الفؤاد، ما ترافقها المصالح شديدات الزفير، ولا نفكر خاف نخسر وماذا نستفاد. ما ترافقها المصالح شديدات الزفير، ولا نفكر خاف نخسر وماذا نستفاد، في رضاك الربح والكسب يا الرمز الأمير، قمت في حفظ الأمانة وحفظ الاقتصاد. في رضاك الكسب والربح يا الرمز الأمير، قمت في حفظ الأمانة وحفظ الاقتصاد، من يديك الشعب يشرب من الجم الغزير، وكل شيء ينفع الشعب تعطيه المداد. في يدينك يشرب الشعب الجم الغزير، وكل شيء ينفع الشعب تعطيه المداد، وان غدا ليل المشاكل عبوس غمطرير، في عيونك يجد الشعب مصباح الرشاد. وان غدا ليل المشاكل عبوس غمطرير، في عيونك يجد الشعب مصباح الرشاد. والخطاب اللي صدر منك بالوقت الأخير فيه توجيهات تقدح مثل قدح الزناد، حذر الناس المثيرة من الطرح المثير، قلت حنا شعب واحد وفوق الاعتقاد. والكلام اللي تقوله يا أبو ناصر يصير، واجتهادك شيء يؤخذ على كل اجتهاد، والزمان اللي جمع شملنا ما هو قصير، بالبحر والبر خضنا مجالات العناد، اتفق راع السفينة مع راع البعير، اتحاد ما يزلزل ونعم الاتحاد. اتفق راع السفينة مع راع البعير، اتحاد ما يزلزل ونعم الاتحاد، ثابت الشعب الكويتي على الفكر البصير، بالتلاحم والتراحم بالأزمات الشداد. ثابت الشعب الكويتي على الفكر البصير، بالتلاحم والتراحم بالأزمات الشداد. ودي أذكر شيء مشروع للجمع الغفير، وعلم التذكير مشروع ما فيه انتقاد، حنا الأكثر تضحية بالشهيد وبالأسير، في نهار الغزو يوم التلاحم بالعتاد. حنا الأكثر تضحية بالشهيد وبالكسير، في نهار الغزو يوم التلاحم بالعتاد، والوثائق تثبت العلم والحق المنير، بالسجلات الصحيحة وبالاسم الوكاد، الطناية ما تسجل شهيد بخط سير، كود بالرصاص الأحمر يكون الاعتماد. الطناية ما تسجل شهيد بخط سير، كود بالرصاص الأحمر يكون الاعتماد. وغيرنا ضحى ولا ننكر الحق الجدير، بالذكر والحق يذكر بمانة واستناد، وللكويت الواجب أن نضحي بالكثير ونلجم اللي يحرث الجمر من تحت الرماد. وللكويت الواجب أن نضحي بالكثير ونلجم اللي يحرث الجمر من تحت الرماد، واجتهد واعرض على القايد الفذ الخبير، مشكلة صبح لها صوت في سوق المزاد، البدون أمسة غضي رحاها تستدير، واستغلوها بالإعلام صناع الفساد.
البدون أمست قضية رحاها تستدير، واستغلوها بالأعلام صناع الفساد. حالها حالة مريض على ظهر السرير، مل من وخز المغذي وملف الضماد. سيدي في راسك الحل سيرها تسير، كان ما سارت بوامرك ظلت بالقياد. سيدي في راسك الحل سيرها تسير، كان ما سارت بوامرك ظلت بالقياد. استمعت لي نقوله، جزاك الله خير وزادك الرحمن توفيق والهمك السداد. هني وعافية. ودائما نقول تبقى لنا الكويت عزة وشموخ ومحبة وتقدير، وكلنا فداء للكويت وأميرها. يعلم الله يا صاحب السمو أن بدال الورقة شقيت 20 ورقة. كل ما أكتب سطر أقول ما يكفي، لا يمكن أخطي، لا يمكن ما يوفي، لكن لقيت كما قلت في البداية ما يخرج من القلب والله يصل إلى القلب. ويعلم الله إن نحبك في الله. خلاص ما عاد للورق داعي، دام الحديث صار بين أب وابنه، فيشرفني إني أقول يا صاحب السمو سمعا وطاعة إن شاء الله، وكل ما هو من شأن رفعة الكويت وسموكم حنا قدامه. سمو الأمير، عيالنا قريحتهم فاضت وقصايدهم زايدة ومحبتهم في حروفهم. ابنكم الشاعر ميزر الطوالة يطرز قوافي الأبيات حبا لكم في هذه القصيدة، فليتفضل. باسم عدوان وباسم شمر حزامي، أهل الردات مخلينا لشدة ومن هجوس سامية، والحفل سامي حضرت مثل العساكر مستعدة. مرحبا بأميرنا الشهم العصامي، عز شعبه محتمي داره وحده، الزعيم اللي يعنى الامه يحامي، والشجاعه ورث ابوه ورث جده. درعنا صباح مقدام الجهامي، سيفنا اللي يرعب العدوان حده. ابو ناصر لا اعتزى وقت الزحامي، نزل خشوم الطغاه المستبده. سيدي لك الولا والاحترامي، من قلوب ما تشيل الا الموده، والوفا والطيب بقلوب الحشامي باقي ولو طاف له بالوقت مدة. تشهد الجهرة قبل 90 عامي في وفانا بالسنين المجرهدة. سيدي والنور جلاي الظلامي، من بنا جسر الوفا صعب يهدة. سيدي والنور جلاي الظلامي، من بنا جسر الوفا صعب يهدة، يثبت القصر الحمر صادق كلامي ولا يبين الصاحب إلا وقت شدة. واشهد ان شعبك بحبك ما يلامي، وانت مير اللي احتمل ميقاف قده. ويا ولي العهد لك قدر ومقامي، في عيون الشعب واللازم تسده. عذب وناصر اللي اثار العسامي، شيخنا نواف ميقافه نعده. ويا وطننا عشت في ظل الكرامي، الصباح مدلهت من باح سده، واليتيم بظلهم عينه تنامي، ولا تحول دمعته من فوق خده. وعشت يا أمير العدالة والنظامي، يا تعامل عايل اللي جيت ضده، وشوفتك
يا سيدي غاية مرامي وعيد بلا عياد هذا اليوم عده والسلام اختام يا الحر القطامي وكل شر عنك جعل الله يرده سلامتك. سيدي صاحب السمو، من أول يوم عرفنا فيه قبول هذه الدعوة وجرى العمل على قدم وساق، كل يقول أنا لها، هذا صاحب السمو، هذا سمو ولي العهد عسى الله يحفظكم، هذول شيوخنا وعزوتنا، الكل راح يتسابق، اللي يشيل واللي يحط واللي يخط واللي يكتب، وكلنا فرحانين بهذا القدوم، لأننا نعرف بأن هذا اليوم يوم تاريخي في قبيلة شمر، وجود سموكم عندنا فأهلا وسهلا بكم. الآن شاب من شباب شمر ومن خيرة الشباب، شاعر صغير ولكن كبير بحروفه، بدر نايف الكبيح، فليتفضل يلقي قصيدته. أقول قم فز ورحب يا قصيد، قم فز ورحب يا قصيد، ونقل فريد من الفريد، رحب بمن هو جالنا ترحيب لا يحصى عديد، يا مرحبا يا شيوخنا يا معززين صفوفنا، يا مرحبا من بين شمر لابتي درع وطيد، يا مرحبا يا شيوخنا يا معززين صفوفنا، يا مرحبا من بين شمر لابتي درع وطيد، قد قالها من قالها من جر صوته وشالها، صباح الأحمد شيخنا يا راعي الراية السديد، قد قالها من قالها من جر صوته وشالها، صباح الأحمد شيخنا يا راعي الراية السديد، يا شيخ يا نبع الفخر شهم وفي جودك بحر، أنت الكريم ابن الكرام العز في شوفك يزيد، قايد محنك يا جموع، قايد محنك يا جموع، قايد محنك يا جموع شامخ، قايد محنك يا جموع شامخ، ولا يعرف خضوع إلا المن هو خالقه رب البشر رب مجيد، شال الصعايب مرتخى في ضيق ولا في رخى، راسي ولا عبر رياح صامل ولا الشدة شديد، شال الصعايب مرتخى في ضيق ولا في رخى، راسي ولا عبر رياح صامل ولا الشدة شديد، كم شعب يشهد مدتك هي من فعالك عزتك، ولصاحبك درع وحزام وللعدو شرس عنيد، يا سامي من فوق الرؤوس يا صلف اليوم العبوس، ما تشبه الذيب الحمر، ما تشبه الذيب الحمر، هو يشبهك شيء أكيد، يا سامي من فوق الرؤوس يا صلف اليوم العبوس، ما تشبه الذيب الحمر، هو يشبهك شيء أكيد، وإن قلت أنا نوافنا شاش الفخر لهتافنا، نواف أبو فيصل عمود الدار هو أقوى سنيد، وإن قلت أنا نوافنا شاش الفخر لهتافنا، نواف أبو فيصل عمود الدار هو أقوى سنيد، يا زايد للطيب طيب مطروخ الراس العريب، مرحوم من هو علمك خلاك للقاسي جليد، يا كويت حقك تفخرين دايم على مر السنين، دام الصباح شيوخنا، دام الصباح شيوخنا، يالله عسى حكم مديد، وحنا رجالك وفخري نجري على الطاله جري، للموت سقنا ارواحنا كم مننا روح شهيد، ويا دار انتي في امان بدو وحضر لجلك عنان،
نرفع علمنا دارنا متكاتفين ايد بايد. يا الله تحفظها بلد من كل خاين للعهد، تحفظ حدود ديارنا من كل طماع جحيم. سلامتكم. سمو الأمير، للذكرى وقع تاريخي، ولمقام سموكم وتشريفكم اليوم أجمل وقع في تاريخ القبيلة، لذا نريد أن نرمز لهذا اليوم في تاريخه هدية تذكارية لسموكم حفظكم الله ورعاكم، وسمو ولي العهد حفظكم الله ورعاكم، تحملوا تاريخ هذا اليوم، ونأمل أن تحوز على رضاكم، وهي مقدمة من الداعي الشيخ عدوان بن طوالة، فليتفضل. العمر عند شمر عرضة مميزة، عرضة أهل شمر، وإن شاء الله بإذن الله طول العمر تستمتع فيها. تفضلوا يا العرضة.
سيدي صاحب السمو، ما أعتقد بتشوف أكثر من هالفرحة فرحة، وكل العيال ما شاء الله تبارك الرحمن إن كانوا في الصفوف الأولى ولا في الصفوف الخلفية، يعلم الله بأن آخر واحد في آخر صف يحلم بأنه يلقي التحية على سموكم، فأنا بالنيابة عنهم أسلم عليك ولا شك أنهم يؤشرون من بعيد. شرفتنا، كل الشكر لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والشيوخ الموقرين ورئيس مجلس الوزراء على هذه الزيارة، شكرا لتشريفكم. نرحب بزيارة الأمير بالجهرة، طال عمرك وضيف على شمر، وشمر ضيوف عنده حتى، والأمير طال عمرك شرفنا ورفع روسنا بجيته هذه والحمد لله. نشكر صاحب السمو الشيخ صباح على هذه الزيارة، وهذه الزيارة يعني مهي غريبة على أسرة الصباح الكرام، وهذا فخر لقبيلة شمر ولأبناء القبيلة، يعني جيت الشيخ صباح صراحة ما توصف. تشرفنا هذه الليلة بزيارة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظ الله ورعاه وولي عهده الأمين، وهذه الزيارات ليست غريبة بصاحب السمو، فهو أب للجميع ووالد الجميع، وتشرفنا أيضا بزيارة بمن مع صاحب السمو من الشيوخ والوزراء والسفراء وأبناء قبيلة شمر، اليوم مبتهجين بزيارته وخاصة قدومه من دار سلوى إلى القصر الأحمر. نرحب بزيارة صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الصباح، وشرفنا وكل شمر تتشرف بزيارته وتشكر على زيارته هذه، ولهم منا الوفاء مهما كانت الظروف، ونشكرهم جزيل الشكر.